حيوان الآي وهو أحد أنواع الليمور، يعيش في مدغشقر فقط، ويعد أحد أكبر الرئيسيات ليلية النشاط. يملك أسنان شبيهة بأسنان القوارض وأصبع أوسط طويل ورفيع، ويتميز بأسلوب نادر في البحث عن الطعام، فينقر على الأشجار للعثور على اليرقانات، ومن ثم يقضم الخشب حولها بأسنانه المتجهة نحو الخارج ليخلق فتحة صغيرة، وبعدها يستخدم إصبعه الطويل الرفيع لإخراج اليرقة. الحيوان الوحيد الآخر الذي يستخدم هذه التقنية هو أبوسوم المخطط صغار الأي آي ذات لون فضي، وهذا اللون يختفي مع التقدم في العمر، فيعطي جسم الأي آي ثراء سميك ذو ألوان مختلفة، فعلى الظهر والرأس ستكون نهاية الشعر ذات لون أبيض، بينما الشعر على بقية الجسم سيكون ذو لون أصفر بني. وبالنسبة لطول الآي آي فقد يبلغ طوله 91 سمي وبذيل تقريبا بطول الجسد، ويتميز الآي آي عن غيره من الحيوانات بأصابعه الغريبة، حيث أصبعه الثالث أنحف من بقية الأصابع ويستخدم للنقر على الخشب لمعرفة مكان اليرقانات، والأصبع الرابع أطول من بقية الأصابع ويستخدم لسحب اليرقانات من مخبئهم. يتناول الآي أي عادة المواد الحيوانية، اليرقانات، المكسرات، الفواكه، الرحيق، البذور والفطريات، مما يجعله حيوان قارد. إذا ما كان الآي آي ليس في بيئته الطبيعية فسيسرق جوز الهند، المانجو، قصب السكر، اللويتوشي والبيض من المزارع والقرى. يقوم الآي آي بنقر على الخشب حوالي 8 مرات بالثانية الواحدة وينصت للصدى، وفي نيته العثور على منطقة الجوفاء. ما أن يعثر على تلك المنطقة الجوفاء، يقوم بقضم الخشب حولها ويدخل إصبعه الطويل ويسحب اليرقانة. يبدأ الآي آي بالبحث عن الطعام قبل الغروب بنصف ساعة، ويستمر بذلك حتى 3 ساعات بعد الغروب. يتم البحث عن الطعام غالبا بشكل انفرادي وأحيانا على شكل مجموعات، ويتم تنظيم حركة المجموعة عن طريق الأصوات والروائح. أعتقد أن الأي آي نقرض في 1933، ولكن تم إثبات عدم انقراضه في 1957. الأبحاث الأخيرة أثبتت أن إعداد الآي آي أكبر مما كنا نعتقد، ولكن مع هذا فالآي آي قريب من خطر الانقراض، وهذا يعود لأربعة أسباب رئيسية. يعتبر سكان مدغشقر الأصليين الآي آي حيوان شرير ويتم قتله من قبلهم. غابات مدغشقر تتعرض للإزالة، المزارعين يقومون بقتل الآي الآي لحماية محاصيلهم وبسبب الصيد الغير الشرعي، وللأسف فلا يمكن التغلب على المشكلتين الأخيرتين، فمدغشقر دولة فقيرة جدا، ومن غير هذه الأراضي الزراعية لن يستطيع أهالي مدغشقر النجاة والاستمرار. فكما هناك فقر شديد، هناك أيضا نمو سكاني كبير، ومن يقتل الآي آي بشكل غير قانوني ويبيعه يكون هذا مصدر دخله الوحيد، ومن غيره لهلك.